السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن شخصية تاريخية جديدة، هي شخصية مارتن لوثر. مارتن لوثر أو كما يقال عليه صاحب نظرية البروتستانتية أو المذهب البروتستانتي. هو رجل تحدى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية واستهل بذلك مرحلة الاحتجاج أو الإصلاح الاحتجاجي على الكنيسة. ولد زي ما قلنا مارتن لوثر سنة 1483 في مدينة إيسلين في ألمانيا. درس في الجامعة تشجيع من والده، درس القانون، حصل على الدكتوراه في اللاهوت. اللاهوت اللي هي الشريعة المسيحية من جامعة فيتنبرج في ألمانيا، وعمل مدرس فيها في الجامعة. احتجاجه على الكنيسة نما بالتدريج. سنة 1510 سافر لروما، صدمه ما رأى عليه أحوال رجال الدين، لكن اللي صدمه أكتر هو التجارة اللي انشغلت بها الكنيسة آنذاك، وهي تجارة صكوك الغفران. فقد كانت الكنيسة الكاثوليكية تبيع الجنة للمؤمنين، فالكنيسة هي التي تبيع العفو عن الخطايا، وهي التي تقدر سلفا فترات العذاب التي يقضيها المذنبون في النار أو في الجنة. هنا مارتن لوثر كان يعني علق احتجاجات صارخة على باب الكنيسة. في 31 أكتوبر سنة 1517 علق احتجاج صارخ على باب كنيسة مدينة فيتنبرج، وضم هذا الاحتجاج 95 اعتراض على كنيسة روما، ورفضها واستنكرها تماما، وأدان صكوك الغفران. وأرسل مارتن لوثر صورة من هذا الاحتجاج إلى كبير أساقفة مدينة ماينز، وتناقل الناس هذه الاحتجاجات في كل مكان. نطاق الاحتجاج في روما اتسع على كنيسة لوثر، وذهب إلى أبعد من ذلك، فاحتج على سلطان البابا نفسه وعلى المجتمع البابوي، ورأى أن كل إنسان يجب ألا يخضع إلا لسلطان الكتاب المقدس وحده. ولم تسترح الكنيسة في تلك الفترة أو إلى هذه الثورة، واستدعته الكنيسة واستمعت إليه وأدانته واتهمته بالإلحاد وحرمت مؤلفاته من النشر. ولكن مارتن لوثر كان في غاية النشاط الحيوية، ألف كثيرا من الكتب ونشر أكثر منها على أوسع مجال. ومن أعظم أعماله كلها ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية، وقد أدى ذلك إلى أنه أصبح من السهل على أي إنسان أن يقرأ الكتاب المقدس دون أن يعتمد على كهانة الكنيسة أو كهان الكنيسة أو رجال الدين المسيحيين في الكنيسة، خاصة أن جمال الترجمة وجمال اللغة التي استخدمها مارتن لوثر في الترجمة إلى اللغة الألمانية كانت ترجمة بديعة. ليس في الإمكان إجمال فلسفة مارتن لوثر في اللاهوت، إلا واللاهوت هنا اللي هو الإلهيات. أهم نظرياته استمدها من القديس بولس، وهي أن الإنسان قد لوثته الخطيئة، وأن العمل الطيب لا يمكن أن يطهره من هذه الخطيئة، إنما الإيمان فقط هو الذي يطهره، أي إرادة الله ورحمة الله وعفوه، وهو الذي يطهره من الخطيئة. ولذلك فما تقوم به كنيسة روما من بيع العفو عن الناس عمل يتنافى مع الدين، بل هو الكفر نفسه. فليس للكنيسة الحق في أن تكون وسيطا بين الإنسان وربه، وعلى ذلك فلا مبرر لما تقوم به الكنيسة الرومانية، بل لا مبرر لها. أنكر لوثر مارتن لوثر أن يكون القسيس أعذب مدى الحياة من احتجاجاته، ولذلك تزوج في سنة 1525 وتزوج راهبة وأنجب 6 أطفال. وتوفى مارتن لوثر سنة 1546 أثناء زيارته للمدينة التي ولد فيها. مارتن لوثر احنا قلنا انه كان رجل اصلاحي، ورجل كان له دور كبير جدا،
ومش أول مش أول من احتج على الكنيسة الرومانية، فقد سبقه إلى ذلك رجل آخر هو يان هوس، ويان هوس ده كان في ولاية بوهيميا. برضو سبقه الباحث الإنجليزي جون وايكليف في القرن الرابع عشر، وربما اعتبرنا العالم الفرنسي بيير فالدو في القرن الثاني عشر أحد رواد الاحتجاج على الكنيسة الرومانية. لكن أثر هؤلاء كلهم كان تأثيرا محليا، لكن تأثير مارتن لوثر كان تأثيرا عالميا. من الآثار البالغة للاحتجاج الذي قام به مارتن لوثر نشوب الحروب الدينية في أوروبا بعد ذلك، ومن بين هذه الحروب حرب 30 عاما في ألمانيا التي استغرقت من سنة 1618 حتى 1648، وكانت هذه الحروب جميعها حروب دموية صارخة. كذلك يعني ظهرت على السطح صراعات سياسية بين الكاثوليك والبروتستانت، صراعات سياسية بين الكاثوليك. البروتستانت لعب دور كبير جدا في تشكيل السياسة الأوروبية طوال القرون التالية. الإصلاح ده كان له أثر فكري خطير في أوروبا الغربية وفي شمال أوروبا أيضا. فقبل سنة 1517 لم تكن هناك سوى كنيسة واحدة مستقرة راسخة، هي الكنيسة الكاثوليكية، وكل خلاف معها يوصف بأنه نوع من الزندقة أو الإلحاد. ولكن بعد الإصلاح الذي تدعمه مارتن لوثر، وبعد أن قبلت كثير من الدول حرية التفكير الديني، لم يعد هناك خوف من مراجعة كل الأفكار والنظريات القديمة، أي الحرية والإصلاح الفكري. ومما يستحق الملاحظة أيضا أن هذا الإصلاح الذي شمل أوروبا الغربية وشمال أوروبا أيضا وأمريكا أصبحت تدين بالمذهب البروتستانتي، وأثر هذا على الفكر عندهم، أصبح فكرا تنوريا تحرريا. أصبح ثورة الإصلاح دي أثرت عليهم وأثرت على ما أنجبته هذه البلدان من علماء في شتى المجالات. فهذه ثورة فهذا الإصلاح كان إصلاحا أعطاهم عددا كبيرا من النبيين طوال 150 عام التي تلت ذلك. ممكن نقول إن يعني تأثير مارتن لوثر كينج، سوري مارتن لوثر، لأن طبعا في مارتن لوثر كينج ده اللي كان في التفرقة العنصرية في أمريكا، ده واحد تاني، لكن أنا بتكلم عن مارتن لوثر. كان له تأثير كبير جدا في زي ما قلنا في أوروبا وفي أمريكا، وتأثيره امتد لكافة أرجاء القارات في العالم. طبعا نقدر نقول إن مارتن لوثر كان عظيما، كان مفكر إصلاحي عظيم، استطاع بفكره وبفلسفته أن يحدث نوعا من التغيير والإصلاح، سبق به غيره من المفكرين والفلاسفة. استمر هذا الإصلاح واستمر تأثيره الإيجابي على كافة بلدان أوروبا الغربية وشمال أوروبا وأمريكا، وأصبحت تدين معظمها بالمذهب البروتستانتي اللي كان له تأثير إيجابي بعد ذلك في مدى صعود المفكرين من هذه البلدان، والتي يعني ازدهرت هذه البلدان وأثروا بشكل إيجابي على كافة أرجاء العالم.
أشكركم شكرا جزيلا، وانتظروني في شخصية تاريخية أخرى. السلام عليكم.